صعب جدا إظهار عواطفه. لم أتوقع أبدا أن فيدرا سوف تحبني فعلا. عندما نتزوج أكمل حديثك. بماذا تحملق فرناندو؟ انظر لهذه جيراردو، إنها كاروزاليندا، نفس الفتاة التي رأيتها بالمطعم. من المفروض أن تكون بلومة هنا الآن. أحضرت قهوتك يا بني أليكس. شكرا سكوريتو، اتركيها هنا. لقد وفيت بوعدي أليكس. ها هي بالوميتا، أحضرناها سالمة. أليكس بلومة. أليكس شبه بسيط بينهما. معذور، أنت لا تعرفها ولذلك لن تستوقفك النظرة كما روزاليندا. كل شيء فيها يشبه روزاليندا. إذا تعرفها؟ رأيتها في المطعم قبل فترة، اقتربت منها، لم أعرف بأنها مغنية. كلمتها حتى إن صوتها بالضبط يشبه صوت روزاليندا. أتمنى لو أقابلها مرة أخرى. فكرت أنني لن أقابلك مجددا. كان كابوسا مقيتا وانتهى. تخيل أن ميسيرياس رغب بأخذها معه إلى مكسيكو. لولا الفكرة المدهشة قمنا سريعا واختطفناها وأحضرناها بفضل الفكرة التي فكرت بها كلاريتا. أشكرك كلاريتا، أنا مدينة بحياتي لك. لست مدينة لي بأي شيء، قمت بواجبي اتجاه صديقتي. إنما لن أنسى ما قمت به من أجل وإنغوستياس. هذا أقل ما نستطيع. بما أنك الآن أصبحت بأمان سوف نعود إلى البيت بسرعة قبل أن يستيقظ ميسيرياس، وإلا سيقيم الدنيا ولا يقعدها. إن سمحت سنقوم بزيارتك بلوما. شكرا، سأشتاق إليك. عودا متى شئتما، فهذا بيتكما. شكرا. الحمد لله لأنك عدت آنستي. نعم سكوريتو، ما مررت به كان رهيبا. لن أفكر بمغادرة المنزل وحدي أليكس. أتمنى ذلك بالوما. أعدك بهذا، لن أبتعد بالمرة عنك. أنت أفضل ما حدث معي بحياتي أليكس. أهلا خالتي سوليداد، الحمد لله أنك أتيت. انظري إلى هذه الصحيفة، أحضرتها بك. ربي، أتمنى أن لا يستيقظ أبدا ذلك الوحش. حرام عليك، لا تقولي هذا أنغوستياس. من حقنا أن نتمنى زوال كل من يظلمنا. صبي يا بلوم، صبي يا بلوم. ماذا الآن سنفعل؟ سوف ننام الآن بجواره، وعندما يستيقظ من نومه ولا يجد بالوما هنا فإننا لا نعرف شيئا. أجل، أعجبتني الفكرة. سوف يجن جنونه عندما يعرف بأن بالوما طارت من عشها. يا صبي يا بالوما صبي. إنها تشبه بنيتي روزاليندا. محقة خالتي سوليداد، إنها مطربة جديدة اسمها بالوما، ولكن لما لم تريني إياها؟ خالتي كنت سأفعل، ولكنني كنت جدا مترددة. لماذا؟ لأنك ستتألمين كثيرا وذلك ما شعرت به. أقدر هذا، إن هذه المطربة حقا تشبه روزاليندا، والفرق الوحيد أن نفسها لا زال في هذه الحياة وما زالت تتحرك وتضحك وتبكي عكس روزاليندا.
فهي في القبر. تحسنتي؟ أجل أليكس. الحمد لله، لم يتمكن ذلك الوغد من عمل ما أراد. إنما جاء يتجول حول المنزل أليكس. لما لم تقولي؟ آسفة نسيت. إذا جاء ثانية سأتصل بالشرطة. ظهر عازف البيانو بالصحف ثانية؟ لا، أنت من ظهر. حقا؟ لا أصدق. انظري. أليكس، 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 لم أحلم بهذا أبدا. مثله تماما. سأخبرك بشيء، قابلت العازف ألتاميرانو. أخبروني، هل الجميع بخير؟ يا إلهي، الجميع نيام ويحلمون. من الأفضل أن أقوم بإيقاظهم. اصحى يا صديقي، إنني أكلمك. نهض، قم بالاهتمام بضيوفك. إنك مزعج، ماذا تريد؟ قمت بدعوتي للحفلة. سهارة سهارة سهارة. أين بلومة؟ قل لي أين بلومة؟ قل لي أين بلومة؟ هل كلمته؟ أجل. ماذا قال؟ أخبرني بأنني أشبه فتاة كان يعرفها بالسابق. متأكدة؟ أقال من هي؟ لا، لم يقل شيئا. لماذا؟ لماذا أخبرني بهذا أليكس؟ هل يمكن بأنني الفتاة نفسها؟ لا أعتقد أنك هي. إنما لما لا؟ لو كنت أنت لتمكن من معرفتك. أعتقد أنني عرفت من يقصد. من؟ زوجته. ماذا تقول؟ لما تفكر هكذا؟ قرأت أن زوجته ماتت، إنه أرمل. ربما كنت تشبهينها. محق، لابد بأن الأمر بهذه البساطة. أليكس، متى سأعود للعمل؟ قريبا، حصلت أمس على عقد عمل مدهش لك، سيكون أول ظهور لك بالتلفزيون. مفاجأة. أجل أجل بلومة. أليكس أليكس أليكس، علي أن أتدرب كثيرا. بالطبع، أنت الآن ستكونين مطربة مشهورة، تهيئي. شكرا، من قلبي أشكرك أليكس. فلتسامحني على ما بدر مني أرجوك، أبدا لن أكررها. لو أنك تعرف مشاعري عندما ميسيريس أخبرني بأنه سيبعدني عن مكسيكو، فكرت بأنني لن أتمكن من رؤيتك ثانية. وأنا مثلك، شعرت بأنني سأموت ما لم تكوني بجواري. بلومة، لما هربتي؟ لما تسأل؟ الأمر طبيعي. قبلتني أليكس، ألا تعتقدين أن القبلة مهمة؟ إنها غير مهمة أبدا لك. قبلتني كما تفعل مع الأخريات وتتركهن بالتأكيد، وأنت مسرور بهذا محقة؟ إنما لست أنا. أين هربت بلومة؟ ربما هي بمنزل الشاب الذي تعرفه. لا تشوي، المفروض أن تكون هنا. لابد أنك كنت تحلم بذلك. لا، لا وجود لها هنا. فلتقمن، قامت قيامتكن، قمن يا أفاعي. ما الذي تريده؟ لماذا تصرخ هكذا؟ أين بلومة؟ أين بلومة؟ ليست هنا. بل إنها هنا. لا، انظر جيدا بعينيك، لابد أنها نائمة الآن. قمنا بالبحث عنها حالا. سوف ترى انها هنا. هل تضحك علينا وهي موجودة؟ ماذا كلاريتا، لم تجديها؟ هو محق، لم تكن هنا. ايتها العقربة كلاريتا، هربت الفتاة ثانية مني.